السلام عليكم، بنرحب فيكم في البارت اللي هو الثالث اللي بنتكلم عن نيوتن رافسون ميثود. الان this the power flow equation cannot be solved analytically due to the complexity of the non-linear equation. عادة احنا لما نتكلم عندنا بيبقى non-linear equation، لهذا السبب احنا نيوتن رافسون is an iterative method، يعني هي مش بتنحل إلها حل يعني analytical. لو إلها حل analytical فيش ضرورة نروح لمين؟ للابروكسيميتد. الآن النيوتن رافسون ميثود هي an approximation method. وقتش بنروح للابروكسيميشن ميثود؟ لما يكون الاناليتيكال سوليوشن ايذر امبوسيبل، يعني صعبا نصل له او مستحيل الوصول له، او البروبلم فيري كومبلكس، فاحنا بنروح لمين؟ للابروكسيميشن في هذا المثال. الان الابروكسيميشن ايش انا باجي بطلع؟ بقول عندي هاي الكوست فانكشن تبعتي، وهذه شوي بنجيلها كمان شوية بنشرح ايش بنعني فيها. في الدلتا بعد بدي اساوي الاتش اللي عندي تو ذا كي اللي هي النيو كوست فانكشن، والاتش اوف كي بلس 1 تساوي الاكس اوف كي بلس الدلتا كي، يعني النكس فاليو للستيت بدها تساوي الستيت الحالية زائد انكريمنت الموجود عندي. هاي بالمختصر مفيد. فالكوست فانكشن ايش عندي؟ الكوست فانكشن العالي بدها تساوي الكوست فانكشن اللي فاتت زائد الانكريمنت اللي عندي. والان الستيتس اللي عندي اللي بتكلم فيها اللي هي عباره عن الدلتا واليو ترانسبوز، والدلتا هيها مالتي دايمنشن واليو مالتي دايمنشن في هذا المجال. اتش از ا فيكتور which holds the mismatch power flow equation اللي عندي اللي بنتكلم عنها، اللي هي H بدها تساوي دلتا بي اف اكس دلتا كيو اف اكس الترانسبوز، يعني هذا الريال والرياكتيف الموجود عندي، وهذه ايش بنسميها يعني الانكريمنت في الباور الموجوده. J is called the power flow Jacobian matrix اللي عندي، وJ بدها تساوي سالب H where H is the Jacobian of the power mismatch اللي عندي، اللي هي ال h في الدلتا x بدها تساوي سالب small h of x. الان لما نتكلم على الجاكوبيان اللي بعرفوش حنتكلم في سلايد حنتكلم عنها، هي باخذ البارشر ديريفاتيف with respect to the states، فهذه هي اللي بنتكلم عليها. The mismatch equation are nothing more than the power flow equation cleverly rewriting so that they become zero when the method converge. هذا اللي بدنا اياه ايش؟ هذا تساوي zero لما يصير ايش؟ convergence. الان delta of pi of x بتساوي pi اللي هي specified for node i ناقص ال pi of x اللي هي بدها تساوي pi ناقص الها. الان هذه لما تصير قريبه لهاي كل ما تقرب هذا الرقم ايش بيصير؟ بصغر، لحديت ما يصير لما هذه تصير نفسها هاي ايش بيصير عندي؟ هذه بتصير بتعطيني زيرو. نفس الشيء بالنسبه للكيو في هذا المجال. فاحنا وبعد هيك بنعمل ابديتنج لمين؟ للقيم تبعت الستيت بناء عليها. هاي الجاكوبيان اللي عندي اللي بتكلم عليها، الجاكوبيان هنا عباره عن فور بلوكس الموجوده، هاي سميناها J11 J12 J21 J22، وهذا ايش اخذت؟ البارشل اوف اف اوف بي فانكشن عندي ود ريسبكت للدلتا، الفانكشن اوف اف ود ريسبكت اوف بي ود ريسبكت ليو، هذه اللي هي لها دخل بالريال باور، وهنا لها دخل بالايش؟ بالرياكتيف باور. فهذا لما جينا الفانكشن اوف اف اوف كيو ود ريسبكت لدلتا، وهذا الفانكشن اوف اف اوف كيو ود ريسبكت لمين؟ لا اليو. يعني طلع الدياجونال هان هذه اللي هي خاصة الريل بالنسبة للريل، والريل بالنسبة للانجل، وبالنسبة للايش؟ للماجنتود، وهذا الاوف دياجونال. فهذه ايش بنتكلم عنها؟ السطر الاول بيعطيني البارشل لبي 1 ود ريسبكت لدلتا 1 من دلتا 1 لحديت ايش؟ دلتا ان. طلع عندي هان انا رايح من بي 1 لحديت كام؟ بي ان، ود ريسبكت لدلتا 2. الان السطر اللي بعده بدي اروح لمين؟
لا يعني بدي اروح ويد ريسبكت لمين؟ لدلتا 3 ويد ريسبكت لدلتا 4 ويد ريسبكت لدلتا 5. هذا اللي عندي ايش؟ البي 2، هذا البي 3، البي 4، هاي الجاكوبيا اللي عندي الان. هذه بدي اروح بالنسبه لمين؟ للعكس الموجود عندي. هان بدي اروح من ان جي بلس 2 لحديت ايش؟ الان. نفس الشيء هذا في التركيبه، وهذا نفس الشيء اللي بنعمله، بس هذه معكوسه. يعني هنا اللي بتبت عندي الدلتا، وهذا في السطر اللي بتبت عندي البي. هنا اللي بتبت البي، وهنا اللي بتبت عندي الايش؟ اليو. وبكمل على اساس احافظ على الدايمنشن اللي عندي. So the following equation, system is solved at every iteration. إيش اللي بدي نعمل؟ الجاكوبيا اللي عندي هان مضروبة في الدلتا، بروح من هان موجود عندي الستيتس، بدها تساوي إيش؟ التغير في الباور، الريل باور والإيش؟ والرياكتيف باور اللي هي المس ماتش اللي عندي. ولما المس ماتش هذا يساوي زيرو، معناته أنا وصلت للستيت المطلوبة في هذا المجال. example اللي عندي partial derivative. example ايش اللي عندي؟ suppose a function with multiple variables. ايش اللي عندي؟ هاي 1 f of x of y بدها تساوي 1 plus 2x plus x square y plus 3y. الان انا ال partial derivative with respect to x ايش بدها تعطيني؟ بدها تعطيني هذا الترم 0، هذا بده يعطيني 2، وهذا عندي بده يعطيني 2x y، وهذا زيرو لانه فيش فيه. البارشل اوف اف ويد ريسبكت لو واي ايش بدها تعطيني؟ هذا في واي فيش زيرو زيرو، هذا بدها تعطيني اكس سكوير، وهنا بلس 3 الموجوده عندي. هاي هذه 2 بلس 2 اكس واي، وهنا اكس سكوير بلس 3 صارت عندي بدها تساوي الموجود عندي. الان calculation the terms inside the Jacobian matrix J11 ايش بدها تساوي؟ الدياجونال المنت اللي عندي البارشل ود بي ود ريسبكت لدلتا اي اللي عندي، وهذا بساوي هاي السميشن ليو 1 يو ان عندي في الواي ان في الصاد في الدلتا ان زائد تيتا ان زائد دلتا ان اللي هي جاي من الفولتج، وهذا جاي من الواي ان، وهاي الدلتا اي جاي من ايش؟ من اليو اي الموجوده عندي. الاوف دياجونال المنت بدها تاخذ الماينس، وهي نفس الشيء اللي حكينا عنده الواي اليو اوف اي واليو اوف جي والواي اي اوف جي، وهنا بناخذ ايش؟ الساين دلتا اي بلس دلتا جي تيتا اي جي بلس دلتا جي ماينس دلتا اي الموجوده عندي زي ما شفناها قبل. هاي البلاك الثانيه والبلاك الثالثه والبلاك الايش؟ الرابعة الموجودة عندي في هذا المجال. الآن الاتيريتيف باور فلو كالكوليشن ايش بنقول؟ build the network admittance matrix اللي عندي، make an initial estimation k equal 0، بدي اقول هان عاد كل واحدة x of k لدلتا of 0 ودلتا u of 0. نفس الشيء calculate the mismatch اللي هو موجود عندي، perform the stub test اللي عندي، بدي اشوف الماكسيمم اقل من ابسلون، لانه احيانا لو الامور صغيره ممكن انا ايش احدد عدد iteration، او اروح في الايش في الكرايتيريا عندي. الستب كرايتيريا ايش بدي اقول لي؟ بتقول لي اذا اقل من ابسلون خلصنا وقف واطلع على الاخر، اذا ما فيش روح للخطوه اللي بعدها. ايش الخطوه اللي بعدها؟ كونستراكت جاكوبيان ماتريكس اللي عندي هذه، وبعدها كالكوليت ذا كوركشنز فور فورم اللي هي شفناها قبل شوي، اد كوركشن تو ذا انيشال استيميشن اللي عندي، والنيو اتريشن اللي عندي كي بلس 1. بدي اعمل ابديتنج لمين؟ للستيتس ولا للستيت بشكل اساسي. ابسلون اللي عندي از بري ديفاين سبيسيفايد تولرنس مثلا 0.0001، يعني رقم صغير بيبقى في هذا المجال. ضل عندنا تو سلايدز، هذا بنتكلم على الديكابلد باور فلو، الديكابلد فور ريل الكتريكال سيستم انفيرتنج ذا جاكوبيان ماتريكس ات افري اتريشن اوف ذا باور فلو كالكوليشن بروسس انكريز ذا كومبيتيشنال بيردن. السوليوشن يوز ذا جاكوبيان ماتريكس كالكوليتد ات ستيب كي ايكوال 0 ان اول ستيبس اوف ذا باور فلو كالكوليشن. ابروتش يوجوالي تيرمد از
dishonest Newton method ولا عندي إيش اللي هي J to the K بدها تساوي J zero واللي بدها تساوي J of X of zero. Advantage إيش اللي عندي low computational burden, disadvantage more iteration are needed to reach the final result. يعني الconvergence تبعها بيبقى إيش slow في هذا المجال. الديكابل باور فلو لو جيت simplification إيش اللي بدي أعمل فيه هذا simplification were introduced by Stott and ألساك in 1974. Resistance of the overhead head lines much smaller than the reactants اللي عندي اللي هي في ال X much much bigger than R وال Y of IFJ بدي ساوي minus J على X IFJ اللي هي بدي ساوي اللي عندي J في 1 على X I of J اللي هي بدها تساوي إيش عندي هنا لما نحولها ال Y في E to the J باي على 2. هذا أخذتني هاي لأنه الباي على 2 اللي هي 90 الساين تبعتها إيش بتساوي بتساوي 1 والكوساين تبعتها بتساوي 0 والساين هي اللي بتعطيني الإيش الإماجينري. Small differences between the voltage angles اللي هي دلتا ماي دلتا اي ماينس دلتا جي لما أخذ الساين الساين بتساوي تقريبا الأنجل لأنه الأنجل هذه صغيرة فالساين بتساويهم والكوساين بتساوي 1 لأنه هدول بيبقى الرقم قريب للزيرو وزي ما حكينا الكوساين 1 بيساوي إيش 1 والساين تبعت لما تكون الأنجل صغيرة الساين لتيتا بيساوي إيش تيتا فهذه الفاكت اللي ممكن استخدامها. فدي كابل باور فلو اللي عندي الكونسيكونس زي ما حكينا جي 1 2 and J21 equal 0 والديكابلنج يعني هذه 0 0 بضل عندي الإلمنت اللي في الدياجونال الموجودة عندي بطبق الالجوريتم زي ما سينا. هذا إيش بدي يصير عندي J to the 0 1 1 في الدلتا عندي دلتا of دلتا K اللي عندي بدها تساوي الدلتا اللي هي يعني الانكريمنت في المسماتش تبع إيش البي وهذه في اليو بدها تعطيني المسماتش تبع مين اكيو. الآن لو أنا بدي أعمل سوليوشن للستيتس الموجودة هان إيش بدي أضرب في الانفيرس تبعت هاي وهاي اللي ضربته هان والانفيرس تبعت هاي هاي اللي ضربته هان. الآن as long as the mismatch equation are evaluated in the exact manner without the simplification اللي عندنا ايش اللي هي decoupled power flow method will provide accurate solution but it will just need more iteration to converge. يعني solution accurate بس الوقت اللي بتاخده للconvergence بيبقى الطويل الموجود عندي. هنا بحدد لي ايش الG11 اللي سماها ب يعني بي أستريك هنا وهنا سماها بي دبل أستريك الموجود عندي وحطها اللي قال عندي هذا are taken from the imaginary part of Y bus والرو and column corresponding to the slack bus is omitted اللي عندي اللي هي الأول واحد. يعني هاي الاتريتف تكنيك وزي ما عملنا سابقا بنعمل هان الدي سي باور فلو اللي عندي هذه يعني زي ما بقولوها أسهل من اللي قبلها. هذه based on the same hypothesis of the DBF اللي عندي the non-linear equation are linearized to solve only the active power channel. يعني هذه بدل ما أشتغل على non-linear اشتغلت إيش على linearized. linearized طبعا أسهل من اللي هاي بس الأكيرسي تبعتها بتبقى إيش مش كتير لانه انت بدك حاجة لينر تعمل لها approximation لنون لينر. further speed up computation only one matrix inversion is needed اللي عندي هاي نفس الخطوات السابقة بس الان انا بشتغل بس على البي بدل ما اشتغل على التانية. الان بنتكلم هنا على البير يونت الموجود عندي فالدي سي باور فلو هايبوتيسيس الموجودة DC power flow resulting in the equation هاي زي ما قلنا بنتكلم بس على real power in the matrix form it's possible to demonstrate that HB بدها تساوي زي ما شفنا هان اخذنا بس الريال في الدلتا الموجودة عندي وهي الدلتا صارت بتساوي
البي انفيرس اللي شفناها قبل شوية في المثال تبعت البي دي اف دي بي اف الموجود عندي في البي، وهي الاستراكشر تبعت البي وهي الاستراكشر تبعت الدلتا. طيب الان لنقارن بينهم ايش هي الجاس سيدل، يعني هاي مناسبة لمين؟ للسمول نتورك، ونفس الشيء بالنسبه للنيوتن رافسون. الان لارج نتورك ايش بتاخذ؟ النيوتن رافسون، وبتاخذ الدي بي اف والدي سي بي اف. الدي سي بي بس هذول التنتين، النيوتن رافسون والدي بي اف. الان 1 اناليسز بتاخذ الثلاثه هذول، والماركت ستادي بتاخذ اخر واحده الموجوده عندي في هذا المجال. يعني هذا بيقول لمين افضل. هيك بنبقى خلصنا احنا الجزئيه اللي بنتكلم فيها على الباور فلو اناليسز. حنتكلم بقيه الجزئيات على اللي هي المين توبك لهذا اللي عندنا، اللي احنا بنتكلم على الاوبتيمال باور فلو. ويعطيكم العافيه في هيك. مع السلامه.